مرحبا بحضراتكم من جديد. الحقيقة لسه أعداد الإصابات بأوميكرون بتزيد في دول كتير جدا. أمريكا لوحدها مسجلة 1,000,000 إصابة في اليوم، رغم أنه الإصابات مش خطيرة لكنها منتشرة بشكل كبير جدا. ده طبعا في ظل التوسع الكبير في التطعيمات التنشيطية، كمان ظهور علاجات جديدة لكورونا. خلينا نتكلم عن تطورات لقاحات كورونا والجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة، فعالية الأدوية الجديدة، ونعرف كمان إحنا وضعنا الوبائي هنا في مصر إيه، مع دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. دكتور إسلام صباح الخير عليك، كل سنة وأنت طيب، يعني تضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ جمانة، وكل سنة وأنتم طيبين وكل المشاهدين بخير. صباح على سنة سعيدة وكلها صحة كده يا رب، يا رب من أي مرض يا رب. طيب خلينا في البداية كده نطمن السادة المشاهدين، احنا وضعنا في مصر من جائحة كورونا ايه؟ تمام، احنا يعني كنا اتكلمنا في صباح الخير يا مصر في شهر اغسطس، وقلنا ان الموجة الرابعة هتبقى تقريبا في شهر 9، والذروة هتبقى في نص 10 نص 11. ده حصل، يعني احنا في 15 نوفمبر. طبعا نتكلم على اكتر كيرف الوفيات، هو ده اللي ادق من كيرف الاصابات. 15 نوفمبر وصلنا للذروة، ده كان اعلى المنحنى، بعد كده اتكسر بعديها باسبوع وابتدت نسجل وفيات اقل. احنا كنا قلنا ان احنا في ديسمبر الذروه هتتكسر، بعد كده في يناير الموجه بتنتهي. احنا طبعا عندنا في مصر الموجه بتنتهي معناها ان احنا سجلنا اقل من 20 وفاه في اليوم. طبعا احنا بناخد متوسط اسبوع مش كل يوم، فاحنا رايحين في الاتجاه ده الحمد لله. احتمال يبقى في زياده في الاصابات زي ما حصل في العالم كله مع زياده اوميكرون دلوقتي في الاصابات، لان هو طبعا انتشاره اعلى، ولكن الملاحظ ان الانتشار بيبقى اعلى، الاصابات اعلى، ولكن الوفيات ما بتبقاش زياده زي ما بيحصل مع دلتا. فباذن الله مع زياده التطعيمات احنا وصلنا الحمد لله اكتر من 20% من الشعب المصري واخد جرعتين بالكامل، فمتحصن يعني. فبإذن الله الوفيات ما تعلاش حتى لو كان في إصابات مع أوميكرون، لغاية لو هيبقى في موجة 5 في آخر شهر مارس إن شاء الله نبقى وصلنا لأكتر من 40% من الشعب المصري واخد اللقاحات، ويبقى الموجة نفسها حتى لو إصاباتها عالية وفياتها قليلة للغاية ما تزيدش عن 30 وفاة في اليوم بإذن الله. بصرف النظر عن نوع المتحور إيه؟ يعني هو غالبا أوميكرون هيسود، هو طبعا لما بيبقى في متحور جديد هو بيسود عن المتحور القبلي. يعني لما طلع مثلا دلتا بقى هو المتحور الموجود في العالم كله وحل مكان الفا وبيتا وجاما اللي كانوا قبليهم، فده غالبا اللي هيحصل. 2022 هتبقى العام بتاع اوميكرون، وده مش باد نيوز قوي، يعني ممكن يبقى ده جود نيوز ان شاء الله للسنه الجديده باذن الله. يبقى جود نيوز؟ ليه بقى؟ احنا بنحكم على اي متحور بثلاث حاجات. اول حاجه هو الانتشار بتاعه عامل ازاي، دي مش جود نيوز. في كمان جزء تاني من الجود نيوز، ان احنا قبل ما نطلع هوا حضرتك قلت لنا ان الدراسات عن اوميكرون خلاص خلصت. بالظبط كده، يعني خلينا نشرحها سريعا. احنا اي فاريانت او متغير او متحور اللفظ الدارج بنحكم عليه من ثلاث حاجات. اول حاجه الانتشار بتاعه عامل ازاي، فاحنا الدراسات خلصت ان الانتشار لاوميكرون اكتر من دلتا ثلاث مرات تقريبا. الاوميكرون يعني الشخص ممكن يعدي كام واحد؟ احنا بنحسبها الدبل بتاعها بيحصل بعد قد ايه، يعني مثلا انا عندي 2 امتى يبقى 4، 4 امتى يبقى 8. مع اوميكرون ده بيحصل في 3 ايام، يعني الاصابات مع اوميكرون بتتضاعف كل 3 ايام. دلتا كانت بتتضاعف كل 5 تقريبا. فبالتالي هو انتشاره اسرع بكتير، ووجدوا كمان ان هو انتشاره في بيسموها الهاوس هولد انفكشن، يعني ان العيله كلها تبقى مصابه بنفس الفاريانت ثلاث مرات اكتر من دلتا، فهو انتشاره اعلى بكتير من دلتا. طب ده اول حاجه القدره الانتشاريه، ده طبعا اللي مخلي في مشكله في امريكا زي ما تفضلتي مثلا، ان حتى لو الوفيات قليله، حتى لو نسبه الاصابات الحاده قليله، بس مع الانتشار العالي النسبه حتى لو جزء صغير بتمثل عدد كبير، فبتمثل ضغط على المستشفيات. تاني حاجه في حكمنا على التحورات هي الشراسه بتاعه المتحور عامله ازاي. احنا كنا قلنا برضو في صباح الخير مصر احنا محتاجين نستنى شهر لغايه ما نشوف الشراسه بتاعته عامله ازاي. الدراسات طلعت الاسبوع ده ان شراسته اقل من دلتا، which is هو ده الجود نيوز. ان الاصابات اكتر موجوده في الجهاز التنفسي العلوي، اكتر ما فيهاش فقدان حاسه شم وتذوق اللي كانت اكتر حاجه بس دي كانت اكتر حاجه مميزه، يعني كنت بتعرف بيها. طبعا هو دلوقتي البرد، يعني هو دلوقتي اعراض دكتور اشبه بالانفلونزا الموسم البرد اشبه بالانفلونزا بالظبط كده.
هي اكتر احتقان في الانف، احتقان في الزور، مشاكل الجهاز التنفس العلوي، وجع في الظهر، وجع بيسموها وهن عام. فده الحاجات المميزه. في حراره ولا لا؟ وفي حراره بالظبط. فدي عموما الصفات المميزه لشراسه اوميكرون. هل في اصابات بتحتاج تخش مستشفى؟ عشان الناس بس ما تفتكرش ان هو زي البرد العادي، يعني ما فيش، لا بالعكس، يعني صحيح النسبه اقل تظل موجوده. فتالت حاجه بنحكم عليها في التحور هو هروبه من اللقاحات، قد ايه اللقاحات بتبقى فعاله معاه. الدراسات خلصت في الموضوع ده وابتدت النسب كمان تطلع. احنا البوستر دوز، الجود نيوز ان البوستر دوز كان فعال. هما بيعملوا ايه؟ بياخدوا من الشخص اللي واخد الفاكسين، بياخدوا العينه ويبتدي يشوف في المعمل نفسه قد ايه بيحصل له نيوتراليزيشن او يقدر ان هو يفاعل مع اوميكرون. اللي حصل كالاتي بقى، الناس المتعافيه فقط، احنا كنا نقول التعافي بيدي مضادات اجسام، مضادات الاجسام دي بتستمر 5 شهور حمايه، وجدوا ان الموضوع ده مش موجود مع اوميكرون. يعني الناس المتعافين مضادات الاجسام بتاعتهم ما بتعرفش ان هي تنيوترلايز او تتغلب على اوميكرون. فبالتالي ممكن يجيله تاني اعاده العدوى لاوميكرون زياده 5 أضعاف. دي اول حاجه. طب سؤالي يا دكتور، لو كان حد اصيب بكورونا من فتره مثلا ولا قدر الله طبعا، بس اصيب تاني باوميكرون، بتبقى السيمتومز او الاعراض بتبقى اخف مثلا، زي ما احنا بنبقى دايما مقتنعين او بنبقى سامعين دايما ان دايما اللي بيجيله كورونا حتى جات له مره تانية بتبقى الاعراض اخف، فعلا بتبقى الاعراض اخف ولا ملهاش علاقه؟ هو المفروض ان في اغلب الحالات بتيجي على حسب الصفات المميزه للمتغير نفسه، بس بطريقه مايلد خفيفه. بس في بعض الحالات، يعني احنا شفنا حالات وليها علاقه في ستاتستكس، يعني ان بعض الحالات في اعاده العدوى دخلت المستشفى في الاصابه الاولى ما كانش مستدعي المستشفى. فما نحطش الاحتمال ده قوي، لانه اصلا على مستوى العالمي يعني 70% من الناس غالبا جالها فتره من فترات من خلال اي موجه مره كوفيد. صحيح. فلو حطينا الاحتمال ده، ده معناه الناس كلها تقول خلاص، ما انا يعني جالي مره خلاص بقى اكيد اللي جاي خفيف. فامال في المستشفيات حاليا دول اكيد جالهم قبل كده كوفيد، لان زي ما احنا انتشاريه بتاعت كوفيد على مستوى العالم 70% في اي مرحله من مراحل الموجات. فما نحطش الامل قوي على الموضوع ده. الحاجه الثانيه بقى، طب بعد التعافي، هو قالوا لو تعافي معاه فاكسين، يعني الاثنين موجودين مع بعض، القدره على الحمايه من اوميكرون بتعلى، تبقى موجوده. او ان يبقى واخد بوستر، هو طبعا شافه في الاول لو هي كان الجرعه المعززه او التعزيزيه او التنشيطيه الثالثه. اللي واخد جرعتين من الفاكسين فقط وعد عليهم 6 شهور، وجدوا ان مفيش اي حمايه من اوميكرون ده حاليا، خصوصا من الفيكتور فاكسينز اللي هما سبوتنيك، استرازينيكا، وجانسن. من الام ار ان اي فاكسينز، الارقام برضو طلعت الاسبوع ده، سواء فايزر او موديرنا، الحمايه قلت. لكن قبل 6 شهور في حمايه؟ قبل 6 شهور في حمايه. احنا طبعا الحمايه بتاعت الفاكسين 3 حاجات، حمايه من الاصابه الخفيفه الى متوسطه، الحمايه من دخول المستشفى، والحمايه من الوفاه. احنا اهم حاجه بتهمنا الوفاه والمستشفى. اللي انا بتكلم عليه حاليا هو الحمايه من الاصابه الخفيفه الى متوسطه. هي دي اللي قلت. فقلت مثلا مع الام ار ان اي اللي هم فايزر وموديرنا، قلت لتقريبا 30%. فالناس بقى، عشان كده الانتشار مثلا في امريكا عالي جدا، احنا بقينا بنسجل على مستوى العالم متوسط في اليوم 1,000,000 ل 200,000. فده كله اوميكرون. لكن الحمد لله الوفيات اقل، الوفيات عددها نفسه اقل. اثنين فاكسين الريزلتس بتاعتها مش احسن حاجه. لو اتاخدت واحده ثالثه تنشيطيه الريزلتس بتاعها على ثاني. طب الحمايه من المستشفى لسه موجوده؟ لسه موجوده. يعني حد واخد جرعتين لقاح فقط في اقل من 6 شهور عنده حمايه من دخول المستشفى. الحمايه دي تقدر بقد ايه؟ 65% اقل من لو مش واخد فاكسين. يعني عظيم. اللي واخد فاكسين عنده احتماليه دخول المستشفى اقل ب 65%. الحمايه من الوفاه موجوده تقريبا باكتر من 95%، من 90 ل 95%. وده المهم، نسبه هايله جدا. الفاكسينز ده اهم حاجه. صحيح. احنا لو شفنا المنحنيات نفسها، واحنا هنبقى نشوف في العرض، يعني ان كل ما الفاكسينز عددها بيزيد كل ما الحمايه بتزيد، بغض النظر عن وجود دلتا او وجود اوميكرون، مش فارق كتير. احنا ده كده ال3 حاجات، الحمايه من الاعراض الخفيفه المتوسطه، المستشفى، والوفاه. فده الهروب من اللقاح، الحمد لله ان هو هروب من اللقاح في الاعراض الخفيفه المتوسطه،
مش اشكال. لو الناس كلها جالها باعراض خفيفه ما تستدعيش في مستشفى، دور برد مش اشكال، دور برد. الحمد لله لسه في حمايه من المستشفى، الحمد لله لسه في حمايه من الوفاه. النسبه قلت صحيح بس تظل موجوده، خصوصا لو كان في ميكس ما بين الفيكتور والام ار ان اي، اللي هو حد واخد مثلا جرعتين استرازينيكا معاها جرعه فايزر او موديرنا. ده اعلى حمايه حاليا، يعني ده افضل أوميكرون. ده افضل حاجه. بس احنا غالبا هنشهد بقى الفتره اللي جايه تعديلات على بعض اللقاحات الموجوده. اه ده اللي ابتدى يحصل، يعني كل الشركات اللقاحات كلهم بلا استثناء ابتدوا يشتغلوا على نسخه مطوره تبقى ناجعه اكتر او فعاله اكتر مع اوميكرون. هو التغيير بيتم في 100 يوم، يعني مش محتاج اعيد كل الدراسات كلها تاني، بتاخد تقريبا 100 يوم عند الاساسيات نسخه بعدل بالظبط اللقاح، بعد كده يبتدي الانتاج من اول وجديد. المهم بس الانتاج يبقى سريع وعادل عشان ما ندخلش تاني في الدايليما بتاعه 2021 اول السنه. طيب دكتور اسلام، بالنسبه بقى ل يعني لو كنا على الدواء المضاد لكورونا، في الحقيقه اكتر من شركه وفي اكتر من اسم، فبغض النظر عن الاسماء والشركات، عايز اعرف من حضرتك اليه او ميكانيزم بتاع الادويه دي بتشتغل على ايه، فكره ان هي تكون متواجده تفرق قد ايه في مواجهه فيروس كورونا. دي نقطه كويسه، لان احنا داخلين 2022 او دخلنا 2022 ومعانا ثلاث ملفات جداد للادويه، فده جيد لان اول مره يبقى عندنا مضاد للفيروسات خصيصا معمول لكورونا. فالاول دواء اتعمل كان مولنوبريفير من ام اس دي. الدواء بيشتغل ازاي؟ او ادويه تمويل مضاد للفيروسات الموجوده حاليا بتشتغل بنفس الطريقه تقريبا. احنا مشكله الفيروس كلها في ان هو بيتكاثر سريعا زي اي كائن حي، وبيتكاثر جوه الجسم. لو انا منعت التكاثر ده الاعراض مش هتتفاقم، فعشان كده بيتاخد في اول ظهور الاعراض، يعني اول اسبوع من ظهور الاعراض لو الشخص خد مضاد للفيروسات للدوايين الجداد، يا اما المولنوبريفير بيقوم حاطط زي كود زي فيروس كده جوه الفيروس ان هو ما يزودش، ما يعملش ريبليكيشن، ما عدده ما يزيدش. او الدواء الثاني باكسلفيد من فايزر ان هو بيدخل في عمليه التكاثر بتاعه يمنح. سواء عملت كده او عملت كده انا قللت الفيرال لود. احنا دايما بنقول المشكله دايما في الحمل الفيروسي، فانا قللت الحمل الفيروسي الموجود في الجسم، بالتالي الاصابه تفضل خفيفه الى متوسطه، ما تروحش لان هي تبقى اصابه عظيم. طيب مصر تعاقدت عموما على الدوايين، والدواء الثالث من استرازينيكا اللي هو مضادات الاجسام الجاهزه اللي بتتاخد تدي حمايه 6 شهور للناس اللي ما ينفعش تاخد لقاح او للناس اللي لقاحها كانه جاله كورونا. كانه جاله كورونا. هو يعني دي بتتاخد شخص سليم. دي بتتاخد شخص سليم. طب بالنسبه للاشخاص المصابه بكورونا يا دكتور، ده يبقى بديل البروتوكول مظبوط؟ الادويه دي تبقى بديل البروتوكول ولا هتبقى جوه البروتوكول؟ جوه البروتوكول. جوه البروتوكول. طيب عايزين نشرح بس للناس الرسم البياني اللي موجود على الشاشه. لان كان في ناس كتير بتتكلم على فكره هو احنا اللقاحات دلوقتي ابتدت ما يبقاش يعني ليها فعاليه جامده يعني. فخلينا نقولها ان مثلا لو بصينا احنا في 2021 كان عندنا 4 موجات على المستوى العالمي يعني. طبعا ده المتوسط اليومي، يعني اليوم في كام اصابه متوسط الاسبوع. احنا في الذروه بتاعه يناير 21 كنا مسجلين في اليوم الواحد بنسجل متوسط 740 ألف إصابة، والوفيات كانت في اليوم 13 ألف. ده جلوبلي عالميا على مستوى العالم كله. لما ابتدى دلتا تظهر، احنا لو متذكرين ظهرت في فبراير وحصل الذروة بتاعت إبريل. في إبريل كانت الذروة عالية جدا، وصلت 800 ألف في اليوم تقريبا، كل يوم في 800 ألف إصابة. الوفيات كانت 14 ألف في اليوم. لما دلتا انتشرت في العالم كله ده كان في مارس، كان في مايو ولا ايه. الذروه اللي بعديها كانت في اغسطس، هنلاقي ان اغسطس بقى الاصابات 650 ألف، الوفيات قلت. عظيم. الوفيات بقت 10,000، يعني نسبه من الوفيات الاصابات 1.5% بعد ما كانت 1.7%. وده كان دلتا موجود في العالم كله. طب ده ليه؟ ده لان احنا بقى عندنا 5 مليار جرعه لقاح اتوزعت. طيب احنا الناس دلوقتي بتتكلم احنا عندنا دلتا وعندنا اوميكرون، ومعظم الناس تقول طب انا ليه اخد اللقاح؟ اكتر حاجه بتبقى اسمعها دلوقتي انا ليه اخد اللقاح. طب خلينا بالارقام كده، احنا في اغسطس كنا بنسجل 650 ألف اصابه في اليوم، دلوقتي بقينا بنسجل تقريبا 1,000,000 اصابه في اليوم. بس الوفيات كام؟ الوفيات في حدود 7,000 وفاه في اليوم عشان اعرف. وكنا 14 لما لان ده يمثل 0.7% بعد ما كانت 1.7%. ده لان احنا وزعنا 9 مليار جرعه لقاح على مستوى العالم. فده اكبر دليل ان اللقاحات عموما
فعاله. يعني الشارت ده ملخص 2021. طب دكتور اسلام، لو حد جه قال دلوقتي لا، ما هو الشركات بتعمل ابحاث اكتر على لقاحاتها وفي تعديل على اللقاحات، لا انا استنى ما اخدش لقاح دلوقتي اما اشوف بقى هيوصلوا لايه. تمام، دي نقطه كويسه، بس هو هيستنى ليه؟ امتى؟ في متحور جاي اكيد بعد ده، يعني هو المتحور ده في واحد تاني جاي بعديه وفي واحد تاني بعديه، غالبا على نص العام مثلا ممكن يبقى في متحور جديد. بس هي الفكره، انا ليه استنى؟ هو انا خسران ايه اذا كان في حمايه من الفاكسين موجوده؟ واحنا قلنا الحمايه على الاقل، هي دي النقطه اللي كنت حابه اكد عليها، انه الحمايه من الفاكسينز او اللقاحات اللي موجوده دلوقتي في حمايه كمان، وحمايه بنسبه مش قليله. احنا وتحديدا احنا ضد المستشفى زي حضرتك قلت، الوفيات، عشان الناس ما تلخبطش، احنا اللي احنا بنتكلم عليه هو المشاكل بتاعته والفعاليه لما قلت، ده للمنع الاصابه الخفيفه الى المتوسطه. الحمايه ان هو يخش مستشفى، الحمايه من الوفيات لسه موجوده بنسبه عاليه. فانا ليه استنى وعندي ريسك ان انا طول ما انا مستني انا ممكن لا قدر الله يجي لي اوميكرون، ممكن لا قدر الله حد يجي له اصابه تستدعي مستشفى. وعلى فكره يعني الاصابه اشد بكتير من اي اثر جانبي للقاح بكتير. يعني احنا في ناس بتقعد سنتين عندهم مشاكل في الرئه بعد الاصابه، في ناس بتقعد 6 شهور فاقدين حاسه شم التذوق بعد التعافي. صحيح صحيح. فالفاكسين فيها مشاكل في المعده كمان، في مشاكل في المعده كمان بعد التعافي. المعدة هو اكتر مشكله طبعا اللي هي الوهن، يعني الناس بعد التعافي ممكن يقعد 6 شهور تعبان، يعني مش قادر يروح الشغل. صحيح، طاقته ما بتبقاش هي بالزبط. ما بيبقاش لسه في كامل طاقته وفي كامل لياقته، دي حقيقه فعلا. فبيجي له كرونيك فاتيك سندروم او متلازمه الوهن، وبتقعد معاه كتير. فمفيش حاجه تستدعي في اللقاح ان انا ابقى قلقان قصاد لا قدر الله حتى لو جات له اصابه خفيفه، المايلد سيمبتومز دي مش حاجه ظريفه برضه. صحيح. ونبص على المستشفيات، نشوف المستشفيات لفتره من الفترات اول ما طلعت كورونا وظهرت في مصر كانت الناس بتقول يا جماعه عايزين، ما فيش اماكن في المستشفيات. دلوقتي ما فيش حد بيتكلم عن الموضوع ده خالص. الحمد لله. يعني احنا انا دايما بقول الفيسبوك والسوشيال ميديا بتديك معيار كده المشاكل عامله ازاي. صحيح. فاحنا اول موجه لو نتذكر كان عندنا استغاثتين، استغاثات في الادويه، ما كانش في النقص في الادويه والمستلزمات، والحاجه الثانيه كان الناس كلها بتدور على سراير والاكسجين. والاكسجين بالظبط. من اول الموجه الثانيه الموضوع ده اختفى، احنا ما سمعناش تاني عن الحاجات دي لغايه دلوقتي. صحيح. احنا لو يعني المفروض نكون فخورين بحاجه، احنا حاليا بنصنع البروتوكول لكوفيد بالكامل جوه مصر، كله صنعه في مصر ما عدا هو دواء واحد. يعني هو في دواء واحد بنستورده، غير كده كلهم صنع هنا. كل مستلزمات نفس الكلام متوفر. دي نقطه مهمه، ان الدواء كمان مش مستورد يا جماعه، فمش غالي. لا، وما تابعناش اي نقص في محلية. اي وقت بصراحه في الادويه ما كانش في اي نقص. يمكن كان في فتره في الاول كده كانت الناس خايفه لسه مش فاهمه، فقالوا بروتوكول علاج مش عارف كذا وكذا. فالناس جريت على الصيدليات بدات تعمل ستوك عندها في البيت. فكان دي مشكله. احنا خلينا ممكن نقول للناس حاجه كده، لو انت كنت خزنت ادويه ممكن ترجعها تاني عشان محتاجينها دلوقتي. الناس كلها فعلا محتاجاها. يعني التخزين بتاع الادويه، وغالبا الناس بتخزن ادويتها غلط. يعني احسن تبقى الادويه موجوده في الصيدليه واشتريها. التخزين، وخصوصا الناس بتخزن حاجاتها في التويلت لما تحط ده بيبوظ الدواء اصلا. فالاحسن ان انا ما اخزنش دواء في البيت، كل دواء ليه شروط في التخزين. فلو حد مخزن دواء، خلي اللي انت محتاجه بس ورجع الباقي لان غيرك ممكن يكون محتاجه، ويا ريت لو تتبرع بيه. يعني يا ريت ما يرجعوش. طبعا. طيب دكتور اسلام، في خليني اسالك بقى سؤال انا سمعته الحقيقه من كذا شخص حواليا، يعني وسمعته بشكل شخصي بس مش انا ما سالتهاش. خلينا نسمع السؤال وهعرف انت. مش هسيبك تسالني. في ناس رابطه طبعا، يعني مؤخرا بقينا بنشوف للاسف حالات مثلا جلطات في القلب او توقف لعضله القلب مفاجئ. في ناس بقت رابطه ده بكورونا، او دايما بتربطه بانه لو شخص جاله كورونا قبل كده فده ممكن يكون حصل، لانه فيما بعد كورونا المفروض انه يبقى في دواء بيتم تناوله لسيوله الدم. فعايز اعرف من حضرتك، هل في احصائيه للنقطه دي تحديدا، ولا احنا الناس ربطاه كده بشكل عشوائي؟ يعني علميا ده مثبت، لان المشاكل من كوفيد بتسبب مشاكل في التجلطات اللي موجوده في الجسم، ونسبتها عاليه. النسبه اللي موجوده في اللي ممكن تسبب مشاكل في التجلطات، سواء تبقى ليها مشاكل يعني بالقلب او عموما بالاوعيه،
تقدر تقريبا في 17% من الحالات اللي ممكن يجي لها كوفيد. ف 17% ده نسبة كبيرة عاليه جدا. والناس كان دايما برضو بتقول طب ما هو ممكن اللقاح مثلا يعمل حاجه زي كده. اللقاح بيعمل كده بواحد في المليون كاحتماليه، واحد لكل مليون، يعني اللقاح واحد في المليون، واحد لكل مليون كوفيد 17%. ان هو يجيب التهاب في اغشيه القلب مثلا، ان هو يجيب ممكن تجلطات في الاوعيه. اللقاح برضو نسبته نتكلم في 14 تقريبا لكل مليون فيرسس 17%. فبالتالي النسبه موجوده. الموضوع كان بيظهر كمان مع حالات مايل تو مودريت، اللي هو حالات اللي هي خفيفه الى متوسطه، مش لازم حالات تكون تخش المستشفى. فالموضوع مقلق لاي حد عنده كوفيد وكان عنده مشاكل في الاوعيه مثلا. فبالتالي بعض الناس طبعا لازم دكتور اللي يكتبه، الناس اللي عندهم اي مشاكل وعموما اي حد بيجي له قدر الله كوفيد لازم يروح للدكتور بتاعه ويكتب له بروتوكول. احنا برضو ابتدينا ناخد البروتوكول مع بعض، يعني انا مثلا صح اعرف شخص عمل جاله كوفيد يقوم سائل شخص ثاني جاله كوفيد قول لي البروتوكول كان ايه عشان اعمله. اللي ينفع لده ما ينفعش لده، اللي ينفع في السن ده ما ينفعش في السن التاني. الدوز اوقات بتختلف، خصوصا ان البروتوكول فيه كورتيزون. كورتيزون حساس جدا لوزن الشخص وسنه والامراض اللي عنده. لو حد مثلا عنده سكر الكورتيزون ممكن يخلي الحاله اسوأ. فبروتوكول مهم جدا يتاخد بنسب معينه، دكتور هو اللي بيتغير حسب التحاليل. يعني انا دي تجربه شخصيه كمان ليا دكتور، انا اصبت بكورونا في وقت يعني غالبا في وقت في شهر مارس. كان في بروتوكول اول دكتور كاتبه لي، بعد كمان ما عملت التحاليل وتاكدت منها مره واتنين شاف الارقام فغيرنا البروتوكول. ده صحيح. التحاليل مهمه، الشخص بيسموها personalized، الشخص نفسه مهم عشان يكتب له انهي ادويه. فبالتالي ان احنا نكتب بروتوكول على السوشيال ميديا وحد ياخده ويتناول الكلام ده غلط تماما. وادويه السيوله زي ما حضرتك كنت بتقول لازم تحت اشراف طبيب، لازم تحت اشراف طبيب. لازم بنعمل تحليل برضو بتاع السيوله بعد ما نخف من كورونا، نفضل نتابع لفتره مثلا، وده برضو بيكون تحت اشراف طبيب. بالظبط. هو بعد التعافي دلوقتي ابتدى يبقى في عيادات ما بعد التعافي، يعني انجلترا اول بلد توسعت في الموضوع ده. وعموما يعني اكتر حاجه موجوده ايفن في ماي كلينيك على الموضوع ما بعد التعافي ده المشي وشرب الماء كتير. لان هو زي ما كنا بنتكلم على موضوع الوهن المزمن، الناس اوقات بتسيب نفسها لانها تريح. يعني هو فاكر ان هو لو ريح اكتر ان هو كده هيخف اسرع. لا، بعد التعافي لازم يبتدي ينزل، يتمشى، يعمل مجهود بسيط، في مجهود بسيط، يشرب ميه كتير جدا على قد ما يقدر، يهايدريت عشان يقدر الجسم يستعيد تاني نشاطه. طول ما هو هيفضل قاعد في البيت ومريح اكتر هيتعب اكتر والوهن نفسه هيزيد. طيب احنا بنسمع بقى عن بعض الحالات، هي مش كتير لكن بنسمع عنها برضو، بيكون جاله كورونا واعراضها شديده وبيدخل المستشفى وبيكون موجود تحت جهاز تنفس صناعي وبياخد الادويه وبيبقى خلاص قرب ان هو يخف وهيخرج وبيتشال من جهاز التنفس الصناعي، وفجاه يقولوا اجهزه الجسم كلها مش عارف ايه اللي حصلت والسكر والكلى وحاجات كده، ده ليه تفسير؟ هل في دراسات اتعملت على الحالات اللي زي دي؟ في دراسات اتعملت. هو عموما في حالات كتير اللي بيحصل لها يعني الوظائف الحيويه كلها بتنخفض مره واحده، وفيها حالات كتير جدا بتيجي نتيجه سكندري انفكشن او اصابه ثانويه. يعني هو بيبقى داخل عنده فيروس وعنده كورونا ودخل بيتعالج من كورونا. جوه المستشفى ممكن يبقى عنده عدوى بكتيريه تانية. احنا طبعا مثلا زي ما سمعنا عن الفتره الاسود في حاجات كده كتير جدا. الدراسات اتعملت في اوروبا حاليا على الموضوع ده، وكانت مشكله الاي سي يو عموما ان الاي سي يو ما بيلحقوش ان هم يعني في كل بيك في كل ذروه ما بيلحقش ينظف كويس، او ما بيلحقش ان هو يتاكد ان المستشفى او الاي سي يو ما فيهاش عدوى من جوه المستشفى. فهو دلوقتي بقى عنده اختيار من اتنين، هل ان انا افضي الاي سي يو تماما واعقمها وابقى متاكد ان المستشفى ما فيهاش اي عدوى ممكن تيجي للبيشنت، فده يجي على حساب ان انا مش هدخل حد جوه الاي سي يو، او ادخل الناس ويبقى في الريسك ده. فدي اول حاجه وجدوها ان في نسبه عاليه من السكندري انفكشن او بيسموه الهوسبيتال اكوايرد انفكشن، عدوى بتيجي من جوه المستشفى جوه الاي سي يو. في النسب نفسها اعلنت خلاص، يعني ايطاليا عملت دراسه، فرنسا عملت دراسه على الموضوع ده. الحاجه الثانيه ان هو عموما الفيروس بيبتدي اوقات يعني يروح من الجسم بعد اسبوعين ويختفي، وساعتها الجسم نفسه ممكن يكون الراجل شخص حاسس ان هو اتحسن، يحصل بعديها سايتوكين ستور اللي هو العاصفه من السايتوكينز. ايه العاصفه السايتوكينز؟ ان الجسم
الجهاز المناعي بتاعه بيكتشف ان في فيروس بس متاخر شويه، فيبتدي يطلع الجيش. الجهاز المناعي بتاعنا عامل زي الجيش بالظبط، في مشاه، في دبابات، وفي صواريخ. فهو في الاول بيطلع مشاه ما بيعملش حاجه، يقول لك الفيروس ده واضح انه حاجه تقيله يعني، فيقوم مطلع اقوى حاجه عنده، يقوم ضاربها بصواريخ اللي هو السيتوكينز بقى. فده ينزل بيفجر الفيروس، غالبا بعد اسبوعين ما فيش فيروس في الجسم خالص. بس هو بيفجر الفيروس، بيفجر الخلايا بتاعه الرئه، بيفجر خلايا تانية في اجهزه تانية، فبيحصل فيلير، فالجسم بيدمر نفسه. ومعظم الحالات اللي بيحصل فجاه دروب في الوظائف الحيويه كلها بيبقى حصل عاصفه سيتوكين، والجسم هو اللي حارب نفسه وكل الوظائف. مش ادويه كورونا زي ما بيقولوا، عشان البعض بيقول لك ادويه كورونا هي اللي عملت فيه كده. لو اتاخد بطريقه غلط ممكن تعمل كده يعني، لو حد خد ادويه كورونا وهو عنده سيتوكين ستورم بطريقه غلط تعمل كده. بس طبعا لو هو جاء اي سي يو خلاص هيبقى ده دكتور اللي مشرف عليه. طيب دكتور، في برضو كلام عن فيروس او متحور جديد في فرنسا، فلورونا. يس. ايه بقى كلام او ايه المعلومات المتوفره حتى الان عن المتحور ده؟ هو حاليا احنا طبعا التحورات، عشان نقول ان التحور ده فيه مشكله وبيسموه مثير للقلق، variant of concern، محتاج يعدي بشويه مراحل في التجارب. دلوقتي هو فقط لسه بيدرس، طبعا احنا عندنا 13 14 حاله فقط، فاحنا ممكن يبقى contained يعني يحتوى ما ينتشرش، فساعتها يختفي. احنا ظهر عندنا تحورات كتير كده على فكره، زي مو مثلا لو متذكرين كنا عملنا عليه حلقه. صحيح. كان يعني مثير للاهتمام وبس ما انتشرش، لكن اختفى في وقت بالظبط، ما طلعش بره البلد اللي كان فيه. فده مثلا ممكن يحصل في فرنسا ويختفي لو ابتدى ينتشر وابتدى يبقى عنده صفات تغير من خصائصه الاساسيه، هيبتدي يبقى فاريانت او متغير محتاجين ندرسه اكتر، بيسموه اوف انترست، ذو يعني اهتمام، بعد كده اوف كونسيرن، مثير للقلق، بعد كده يبتدي ان احنا ندرسه. لغايه دلوقتي لسه تحت الدراسه، مفيش قوي يعني اخبار عن مدى شراسته وهكذا. احنا طبعا عندنا فقط خمس متغيرات مثيرين للقلق، الفا وبيتا وجاما ودلتا واوميكرون، فقط هم دول الخمسه. شرفتنا يا فندم، منورتنا، وكل الشكر ليك طبعا على كل هذه التفاصيل، ونتمنى ان شاء الله ما يكونش في المتحور اللي جاي يكون اخف شويه من اوميكرون برضو يعني. ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش في متحور، ما هو موجود اوريدي دلوقتي يعني. لا ان شاء الله يتم احتوائه فعلا زي ما الدكتور قال، خليك يعني اطمع شويه في ايه. ان شاء الله ما فيش كورونا بعد النهارده عشان خاطر فكره. ايوه ايه المشكله، ان شاء الله يا ربنا قادر على كل شيء، يجعلها سنه نهايه كوفيد او تحييد الجائحه باذن الله يا رب باذن الله. طبعا دكتور اسلام انا نورتنا، ويعني احنا بنشكرك على كل المعلومات دي اللي حضرتك افدتنا بيها، بنشكرك مره ثانيه. دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الاوبئه، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.